ببحثنا الدائم للشباب اليوم مشاهدينا رح نتعرف على تقنيه جديده لازاله التجاعيد اسمها ايوفيرا. ضيفتنا رح تخبرنا اكثر عنها. برحب بالدكتور ندى سويدان. اهلا وسهلا فيك يا دكتور. اهلا فيكم. حضرتك اختصاصيه امراض جلديه وتجميليه وجراحه الليزر. الايوفيرا تقنيه كثير جديده بلبنان وهي بتستخدم التبريد لازاله التجاعيد. مزبوط. هلا مثل ما كلنا بنعرف انه اذا بنحط السلايدز انه التبريد يستخدم بعدة تقنيات، يعني أول ما بلشوها على أيام هيبوكراتس يعني شي 500 سنة قبل الميلاد، 400 سنة قبل الميلاد، بيعالج التهيج، بيعالج الوجع، الألم، حتى الالتهابات. يعني التبريد يستعمل عبر الزمن لعلاج أنواع كثير من الأمراض. مزبوط مزبوط. أمراض طبية يعني. أمراض طبية أكيد، زائد إنه مؤخراً عملنا حلقة عن تبريد لأكل الدهون. نعم. وهلا من نفس الشيء عم نعمل، عم نستخدم التبريد لتعطير العصب وبالتالي لإزالة التجاعيد التعبيرية. هي تقنية جديدة مثل ما حكينا، صار لها حوالي السنة مرخصة من الـ FDA لعلاج الآلام، ولكن بأوروبا مرخصة بالـ CE ماركينج لعلاج التجاعيد أو لإزالة التجاعيد التعبيرية. الأيوفيرا هي مكنة؟ هي مكنة، هي كناية عن مكنة. اللي حلو فيها عكس المكنات اللي معودين عليها دكتور سويدان، هي مكنات كثير ضخمه وكبيره. مزبوط، صميم. وقت انت تضغطي على الابره هون، الغاز الليكويد بينزل على الابره، والابره هون الجدير فيها انه ابره ما فيها فخذ، هذه ابره مسكره. نعم. يعني مثل تيوب، فبيبرد الراس تبعها. بهالتقنيه هيدي شو عم نعمل؟ عم نعمل اتلاف مؤقت للعصب. تقنية البوتوكس عم تشتغل على العضل، نحن عم نشتغل هون على العصب. نعم. اوكي، فاللي حلو البوتوكس بتشل العضل، هون عم نعمل درر مؤقت وبسيط للنيرف حتى ما يعطي الاوردر للميوزك. مزبوط. الفرق بين الفرق الاساسي هو انه ما في شيء ارتفيشال عم يدخل على الجسم، ما في شيء عم بيدخل على الجسم، وما في شيء، وكمان شيء مؤقت وما بتعطيكي التجميد الكامل. نعم، يعني بيبقى في مجال بسيط للتعبير يعني. وهالتقنيه انا بلاقيها كثير كثير منيحه بالاشخاص اللي عمرهم بعده صغار، يعني في عندك كثير بنات او شباب بعمر العشرينات. نعم. عندهم العبسه او عندهم التجاعيد التعبيريه على الصنديحه وما بدهم يدخلوا ماده على جسمهم، فهيدي التقنيه كثير منيحه لهالاشخاص هيدول. التقنيه منيحه لكل العالم اللي بدهم. نعم، كل الاعمار بيقدروا، كل الاعمار فيك تعمليها، وكل انواع الجلد. ما في داعي انه يعني ما في عندنا خوف انه شخص توجيه. دكتور سويدان، هلا نحن بنعطي بنج موضعي مخدر بالمنطقه، مخدر. قد ايه عم نحكي وقت عندك بالكلينيك دكتور؟ بالكلينيك هي المعالجه بتاخذ 10 دقائق. كل انواع البشره ممكن تخضع لها، ممكن تستخدمها بشره فاتحه، بشره غامقه، ناشفه، دهنيه، اي بشره فيها تستخدمها. واللي حلو فيها انه على راس التب تبع الايوفيرا في جزء هيدا ليحميلك الجلدي، لانه نحن بنعرف انه اذا بردت الجلد زياده مثل وقت امرار منعالج بتحرقيها، فممكن تترك لون بني او ايه. ولكن هون في صمام امان على الراس الابره لحتى لي يحمي حراره الجلد، فبالتالي انت فقط عم بتعالجي العصب، عم تضربي العصب اللي انت بدك تضربيه. فاذا حوالي نص ساعه عندك بالكلينيك وبيقدروا. نعم. يكونوا جاهزين. اي نعم. هلا كان اخر صوره بتفرجيكي كيف قبل وبعد دغري بعد العلاج، اذا من وهيدي نتيجه فوريه بنشوفها عندك قبل ما نترك الكلينيك. هلا السؤال اللي ممكن تسالي، طب هل في الم بعد التقنيه؟ ممكن الواحد يحس مثل رده بالمنطقه لفتره قصيره، لفتره وجيزه. هلا هل في عنايه بعد هالتقنيه مفروض الواحد ينتبه لها؟ ابدا. شكرا لك دكتور ندى سويدان، خبريه حلوه لكل اللي بيحبوا يحافظوا على شبابهم. واهلا وسهلا فيك. شكرا.